طيب تعالى للدرجة الأولى بقى. الدرجة الأولى يمكن كان في بعض الدعم ببعض الصفقات، فولي، عبد الله إمام، مجدي تقريبا، صح كده، الجون أحمد أحمد مجدي بس مجدي لسه فيها كلام لسه أهو يعني، بس عندنا دعم بالصفقات. شفت ده إزاي؟ وشايف لو في كبوة مر بيها الهاندبول السيزون اللي فات، شايف السيزون ده عامل إزاي؟ بصي، طبيعي طبعا ان حصل دروب الفتره اللي فاتت. احنا في لعيبه خرجت من الفرقه، لعيبه على مستوى يعني زي طبعا ما نقول طبعا كده ايه كلاس، وما اتعوضتش. خروج يحيى الدرع، خروج سيف الدرع، خروج قداح قداح، طبعا. خروج محمد علي، كل الخروجات دي ما اتعوضتش. الفتره اللي فاتت طبعا الفرقه كمان معذوره، لان كان في يعني حاجات كده مش عايز اتكلم فيها، لكن كانت الاجواء يعني ما كانتش مساعده اللعيبة على انها تقدر تطلع احسن حاجه، فلوس مش عارف ايه. لكن الفتره اللي فاتت انا دخلت جوه الفرقه، والحمد لله انا بتعامل مع الفرقه على اني لسه لعيب جوه الفرقه، عمري ما بتعامل على اني رئيس جهاز ولا كلام من ده، لان مش يعني المسمى ما يفرقش معايا. اللي يفرق معايا طبعا خدمه المكان. فقعدت مع اللعيبه، عايز اقول لك الفروقات مش بعيده، مجرد بس شويه تركيز، مجرد شويه شغل، مجرد شويه نحس بنفسنا ونحس بقيمتنا ونقدر نرجع تاني. تدعيمات كويسه اللي حصلت، الشغل اللي بيحصل دلوقتي كويس جدا، في تدعيمات تاني الفتره الجايه ان شاء الله. النادي بصراحه موفر الفتره اللي فاتت كويس جدا جدا جدا، تعاقد مع لعيبه من بره، شراء لعيبه في الظروف دي، سداد مديونيه للاتحاد، جزء من للاتحاد عشان المديونيه يفك القيد بالظبط، عشان احنا كمان المدربين وكلام من ده. ما لا هو يعني الناس برضو مش عارفه، او مش كل الناس متابعه انه قيد ما تفكش كوره بس، لا من قبليه تفك طايره وسله ويد، عشان طبعا طبعا دي كانت وكان قيد مقفول برضو أيوه. يعني عندنا مديونيات كانت كبيره جدا بالنسبه طبعا لاتحاد اليد طبعا وكلام من ده، فتحل منها جزء كبير. لكن انا ان شاء الله بقول بوجود طبعا مدرب اسم كبير كابتن مجد ابو المجد، ولاعيبه كبيره موجوده جوه الفرقه، اسماء كبيره، مع العناصر اللي دخلت دي، لا في توليفه كويسه قوي بتتعمل الفتره دي، وابتدت فعلا تبان ثمارها. كان عندنا مباريات وديه الاسبوع اللي فات في اسكندريه، فكنت متواجد معاهم. لا الحمد لله يعني ماشيين بخطى كويسه، لكن ان شاء الله نقدر يعني زي ما بيقولوا كده ايه، نحقق طموح جمهور نادي الزمالك طبعا اللي احنا بنحبه، اللي هو متعود مننا الحمد لله على طول على منصات التتويج. فلا السنه دي ان شاء الله هيبقى لينا صعود منصات التتويج ان شاء الله يعني بامر الله في الفتره اللي جايه. ايه اللي جاي؟ البطولات اللي احنا ماشيين فيها؟ احنا بنلعب بطوله الدوري وبطوله كاس، وعندنا سوبر، وعندنا بطوله افريقيا في السوبر اخر. امتى؟ السوبر بيبقى قبل افريقيا على طول، اللي هو هيبقى في 4 أو 5 صح كده؟ فلا ان شاء الله يعني. وكان في سوبر مصري سعودي تقريبا، ده لسه ما لا فيش استقرار عليه. ده كان المفروض هيتلعب في شهر 11 بس اتاجل. لسه كانوا يعني بيقولوا اتاجل لاثنين، اتاجل لحد دلوقتي، هو اجل غير مسمى، لان لو 2 كان المفروض اعلنونا يعني. ايوه صح، لكن ده احنا الدوري هيبتدي في 2. اوكي، الدوري هيبتدي كام؟ 2 ولا احنا عندنا المفروض كان اخر حاجه واصله لي 19، بس في حاجه جديده بيتكلموا في 7. 7-2 7-2 7-2. كل الدعم طبعا والتوفيق ليهم.